المعرض بيضم ثلاث فنانين من ثلاث دول عربية مختلفة، فمن مصر إبراهيم خطاب، ومن العراق صباح أربيل، ومن فلسطين فائق أويس. المعرض بيتميز بثلاث حالات مختلفة وإن كانت تشترك في استخدام الحرف أو اللغة العربية. من هنا ثلاث فنانين في حوار داخل قاعة موجو بالسركال بدبي، مهم جدا جدا. فائق أويس بيكلم عن دائرية واستمرارية وكونية الحب والجمال، ومن هنا كل الأشكال بتاعته في حالة دائرية وفي حالة شادو كمان. فكرة الظل عند فائق أويس هو أن المحبة تطرح محبة. أولا أهلا وسهلا بكم وشكرا على حضوركم لافتتاح هذا المعرض الفني، المعرض الأول لي في دبي، ويضم عدة أعمال نفذتها بالفولاذ، وهي أعمال حروفيات لكلمات معينة مثل كلمة الحب والأمل والجمال والمحبة، وهذا هو يعني الثيم أو موضوع هذه المشاركة في هذا المعرض، أن تكون كلمات نحن بحاجة لها، كلمات تعني الكثير لنا، كلمات ممكن أن تساعدنا على تغيير نظرتنا إلى هذه الحياة من منظور إيجابي أكثر ومنظور أكثر تفاؤلاً. أنا يعني منذ الصغر كان عندي هواية لكتابة الخط العربي، كانت من كراس أعطاني إياه أستاذي في المرحلة الابتدائية، فكانت رسالتي عن عناصر الوحدة في الفن الإسلامي، وركزت على الخط العربي، وكانت هذه فرصة لي لأعود إلى ممارسة هذه الهواية. بصفة شغلي الحالي يعني أحاول أن أركز على نفس الموضوع وهي ترجمة الكلمات. يعني بعض هذه الكلمات يعني تعكس ما نطمح إليه، تعكس ما نريد أن نعيشه في حياتنا، وخاصة في منطقتنا العربية الحروب. أنا أخذت كلمة حرب وحذفت منها حرف الراء لتصبح كلمة الحب، وهذا ما نريده في حياتنا وفي منطقتنا، ولنعيش كشعوب العالم الأخرى، لنعيش بسلام لنرتقي بثقافتنا وبلغتنا وبأمتنا وبشعوبنا.